عقب إقالة المدرب السابق ونجم ميلان الإيطالي كلارنس سيدورف، قدم المدرب الجديد فيليبو إنزاغي للصحافة الإيطالية يوم الخميس. فيليبو إنزاغي سيقود تشكيلة ميلان ابتداء من شهر جويليا الجاري إلى غاية 2016. إدارة النادي الإيطالي قدمت بيانا صحفيا أعلنت فيه رسميا أن المدرب كلارنس سيدورف تمت إقالته وإنزاغي سيقود الفريق خلفا له. وكان إنزاغي قد قدم عملا كبيرا مع شبان ميلان أو البريمافيرا، أوصله إلى نصف نهائي الكأس، وهو ما حقق الإجماع داخل البيت اللومباردي على جعله خليفة للمدرب المقال كلارنس سيدورف. أما بخصوص قيمة فسخ عقد كلارنس سيدورف، فإن إدارة ميلان لم تجد لحد الآن صيغة لفسخ العقد الذي يقارب 10 ملايين يورو.